زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. محمد البوداني يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. نبيلة منيب، المرأة التي لقبوها بحسناء اليسار وبعروس اليسار، صدمتني بزاف وخلتني نتساءل مع نفسي، واش هاد السيدة كتضحك على المغاربة أو لا كتضحك على راسها؟ أواه، السيدة اللي كانت كتقول ما كيناش كورونا وبأن هادشي غير قالب ومؤامرة دايرينها للشعوب باش يكلخوهم أو يصفيوها ليهم، وحذرت المغاربة من اللقاح وقالت ليهم حذاري ثم حذاري، اطيحوا في الفخ ديال التلقيح وتقبلوا به، راه غادي يبداو يتجسوا عليكم ويكلخوكم ويصيبوكم بالعجز اللي على بالكم. وقالت ايضا انهم باغين يزرعوا لنا جزئيات ديال السيدة والكونسير وربما حتى مرض بوز اللوم والمعدة وما عرفت شنو اخر. وقالت ايضا بان لقاح كورونا غادي يخلق لنا اجيال من المكلخين، وان الفيروس تم الصنع ديالو باش يتم التقليص من عدد البشرية. نبيلة اللي قالت كل هاد الكلام واكثر منه نكرات كل هادشي كامل وتراجعات على جميع داكشي اللي سبق ليها قالته، بل بالعكس عبرت سيدي على الرغبة ديالها في التلقيح، وقالت بان النهار اللي غادي يوصل وقتها حتى هي غادي تمشي تلقح، في حين انها هي اللي كانت كتقول قبل بضع شهور قليلة فقط انه كان هناك خطر ما يهدد الإنسانية. هاد الفيروس عنده واحد الخيط واحد باش مشكل، هو هاد اللقاح اللي كيوجدوا لنا فيه بعض الجزيئات من الفيروس ديال السيدة، فيه جزيئات من الفيروس ديال الملاريا، فيه هذوك لي نانو اليمون لي بارتيكول الصغار. نبيلة منيب حسناء اليسار هي اللي قالت ايضا ما نقبلوش باي لقاح تجريبي يمكن يعطينا غدا تشوهات وغدا يقتل لنا ناس ابرياء اللي هما مساكن بغاو يتطوعوا باش يعاونوا. وسمعوها كذلك اشنو قالت على هذه القضيه. اللقاح ولا الجلبه كيف كيعرفوها المغاربه، حنا عارفين بانها كتطلب واحد السنين ديال التجربه. اليوم امام هذه الجائحه واحد العدد ديال المختبرات كتسرع باش توجد اللقاحات. ايوا دابا الالا نبيله، واش اقتنعتي ولا مازال؟ اش بينات لك الابحاث ديالك على اللقاح الالا نبيله؟ يا حسناء اليساري ويا عروسي، ومن اللي كنتي تقولي اللقاح خاصو سنين ديال التجربه باش نعرفوه واش صالح او لا، دابا بغيت نسولك واش التجارب ديال اللقاح دازت عليها سنين باش قبلتي؟ ياك عاد بدات قبل شهور قليله فقط ومع ذلك وافقتي على اللقاح. اذا اليوم انا بالنسبه ليا اللقاح يشكل امل، بطبيعه الحال ملي غادي تجي النوبه ديالي حتى انا غادي نتلقح. السيده داروا معها واحد اللقاء صحفي في دوزيم ونكرات نهائيا هادشي كله اللي وقع، وقالت الكثير من الكلام واللي كيبين فقط انها كانت شحال هادي كدير غير المزايدات السياسيه على الدوله، وما حشماش مراعات وهي كتحاول تاثر على عقول الناس، وساهمات بشكل كبير في نشر الإشاعة حول اللقاح. راه بحال هذا الخطاب يا نبيلة هو اللي غادي يكلخ البشرية وماشي اللقاح الحقيقي، ملي تلقحوا الملايين من المغاربة بدون شك، وملي شهدات الدول الكبرى وحتى المنظمة الصحة العالمية بأن المغرب غادي مزيان، وقالت بأنه جاء في لائحة الدول العشر الأكثر نجاحا في عملية التلقيح، ولا اللقاح عندك مزيان وليتي باغية تلقحي يا لالا نبيلة؟ إيوا هذه هي يبيع القرد ويضحك على اللي شراه. وعباد الله، وحتى النهار اللي قررات نبيلة باش تشري سيارة فارهة طلقات على الناس واحد السلوقية فاعلة تركة، قالت لك سيدي أنه كانت عندها سيارة صغيرة ومخرشة وعمرها أكثر من 10 سنين، وقالت بأن شي ناس مجهولين تبعوها وبغاو يصفيوها ليها فواد الشراط، وبداو كيصدموها بالسيارة القوية ديالهم، ولكن هربات ووصلت للدار وتلاقات بواحد السيد قالت لك كتعرفه، وعاودت ليه على هادشي اللي وقع ليها، وقال ليها هادوك الناس كانوا باغيين يقتلوك حيت كتهضري في الحق. وقالت ليك بان هاد السيد قال ليها الالا نبيلة خاصك تشري شي كات كات واعره وقويه باش الا بغاو هاد المره يقتلوك غادي تكسيري وتهربي ب 200 كيلومتر في الساعه. ايوا شوفوا معايا الطنز العكري كيفاش داير، والغريب انه كاينين شي ناس صدقوها وبداو كيصفقوا عليها. ها الفيديو ديالها الله يخلف على اليوتيوب اللي مازال محتفظ به من 5 سنوات تقريبا. انا داخل لداري وحط الطوموبيله كتدفعني شي ما تلوح عليك داك هذا الشراط صنع براحيم ديما واش الشراط عندي طوموبيله صغيره وخديت لي ماتريكولاسيون ديال هذوك الناس وصلت قدام العماره ديالي الحمد لله وصلت طونطون
كاين واحد جوج عساف فين صحابنا خرجوا كيجري داكشي انا بان لي غير واحد السيد في الطوموبيله وما خرجوش بان لي السبب هذوك راه جوج حنا كنعرفوهم الجهه اللي تبعيده فالزوجه اللي كانت عندها واحد الطوموبيله بدات كتخرج شحال 10 سنين كان غيبدل سيارته ويقول لي لا غنبدل لك سيارتك اعطيني تاني باش تبقى بالحياه انا شخصيا ما عندي مشكل مع نبيله ولكن بغيت غير نبين للمشاهدين الاعزاء ديالي بان الناس ديال الاحزاب كيقدروا يديروا اي حاجه باش يوصلوا للمقاعد الانتخابيه وممكن يكذب عليك في وجهك وممكن يقول لك اي شيء باش يخدعك ويحقق هو الاهداف ديالو انا عارف ان الناس ديال اليسار ما غاديش يعجبهم الحال حيت هضرت على الحسناء ديالهم ولكن هذا الشيء اللي عطى سيدي ربي وما يمكن ليا الا نبين الحقيقه ديال السياسي رجلا كان او امرأة وكيفاش كيمكن ليه يتلاعب بعقول الناس من اجل المصالح الشخصية ديالو يا لالا نبيلة راه مازال ما خلق اللي بيع العجل المغاربة فبعد ما اعتبرت نبيلة منيب ان كورونا هي مؤامرة وحذرت المغاربة من اللقاح انقلبت فجأة بدرجة 360 وقالت عمرني قلت هالشي وغادي نتلقح نبيلة منيب نفت ان تكون قد قالت في تصريحات سابقة إن كورونا مؤامرة أو حذرت المغاربة من لقاح كوفيد 19 منيب وخلال حضورها في برنامج حديث مع الصحافة الذي تبثه القناة الثانية دوزيم غطت الشمس بالغربال ونفت أن تكون قد اعتبرت في أي يوم من الأيام بأن كورونا مؤامرة والأكثر من ذلك قد أشادت بفعالية اللقاح وأضافت منيب قائلة الحمد لله اللقاح الذي كان يتطلب 10 سنوات هو موجود الآن مؤكدة استعدادها لتلقيه حينما يحين دورها آلا لمونيب خصك توجهي بالشكر ديالك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي كان صاهر على توفير اللقاح للشعب دياله وبالمجان ما فيها باس إلى قلت كلمة في حق صاحب الجلالة وتوجهتي ليه بالشكر شخصيا وسبق لنبيلة منيب أن وصفت في لقاء جمعها بطلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام السنة الماضية بأن الفيروس هو وباء مصنوع ويندرج ضمن نظرية المؤامرة كما حذرت المغاربة من اللقاح وقالت في ندوة سابقة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للفكر والأدب أنا خايفة على المغاربة وكنقول لهم ماشي أي حاجة جات أتمد لها دراك إذن كان هذا تحريضا مباشرا من سيدة اليسار الحسناء نبيلة منيب للمغاربة على مقاطعة اللقاح وهو الأمر الذي لم يعيره الملايين من المغاربة أدنى اهتمام وسارعوا إلى الاستجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الانخراط المكثف في التلقيح خصوصا بعدما ظهر صاحب الجلالة وهو يلقح نفسه أمام الكاميرات مشجعا المغاربة على التلقيح كان معكم محمد البودالي في قناة كلاش تيفي هذه الحلقة أرجو مشاركتها وعلى نطاق واسع حتى تعم الفائدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى حلقة أخرى بإذن الله